بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. والأهلي في المونديال بين ذكريات الأمس وأحداث اليوم وتوقعات الغد. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم من هنا من أرض المونديال. ونرجع نقول كمان كلها بكرة بس، وبعده بس بعده بقى ميعاد الكبير، الجد بقى، الجد والمجد والمجد. طبعا انت على موعد مع المجد. ده موعد حقيقي مع المجد، النادي الاهلي مع بايرن ميونخ. اعتقد في لقاء رسمي، في مباراه رسميه، في نصف نهائي كاس العالم يا عالم. اعتقد مفيش اعلى من كده، مفيش قيمه ومكانه يوصل لها فريق مصري اعلى من كده. الاهلي يشرف الكره المصريه، الاهلي يشرف الكره الافريقيه كنادي للقرن وبطلا للقاره. كمان يا باشمهندس، انت كان بينك وبين سياده القائم بالاعمال في السفاره المصريه السفير احمد سمير اتصال مهم من شويه. كنت بساله على اخر اجواء وهو يعني كان يتمنى في يعني ان يدخل معنا مداخله، ولكن لديه اجتماع. فالحقيقه اكد لي على ان ايجابيات وتداعيات مباراه الاهلي والدحيل كثيرة، وان النهاردة كان بيعمل المسحة علشان اللي هيدخل المباراة، اللي هتدخله المباراة القادمة مع بايرن ميونخ، وكان معاه السفير البرازيلي وسفيرة المكسيك طرفي والسفير الكوري، دول سفراء النصف النهائي. ويعني كلهم اشادوا بما شاهدوه، وكان انبهرهم كالعادة بأداء الجماهير، اداء جميل. وقالوا ده ما شافوش حاجه زي كده، وما فيش يعني هم شخصيا ومنتخباتهم لم تحظى بهذه الحميميه وهذا الاهتمام. فكان يعني ردود افعال ايجابيه، وتمنوا التوفيق للاهلي في بقيه المشوار. ويعني وهو بينقل تحياته للبعثه، وبينقل يعني مشاركته للجماهير الأهلوية والمصرية بشكل عام في دعم الأهلي. الجماهير أنا شفت لها صور كتيرة يا باشمهندس، واقفة طوابير عشان تاخد المسحة. أيوة. يعني حتى مش واقف طابور، عشان هو أوكي حجز التذكرة إلكتروني ودفع سعرها، بس عشان يستلمها لازم يروح يعمل المسحة. فشفت صور كتيرة الحقيقة. طبعاً إحنا في السجن الطبي اللي إحنا فيه ده محدش بيخرج، لكن يعني شاف صور كتيرة للجماهير في صفوف. بين فاهمين الإجراءات. مشاهد اعتدنا عليها. والجماهير نفسها خلاص اعتادت على هذا ومتقبلها وبصدر رحب، ويعني ولسان حالهم كل شيء في سبيل الاهلي هون، كل شيء في سبيل الاهلي هون. وهقول لكم واطمنكم على احوال البعثه بالظبط. النهارده الصبح كله صحي بدري قوي، الحق قوم. اللجنه جت، لجنه الفيفا والمسحه الرخمه اللي انت لا هي رخامه المسحه، مش بس في المعاناه منها، ولكن في توقيتها. احنا نايمين الفجر امبارح الساعه 5، الحق اصحى 9. 9 كنا بننط عشان نلحق المسحه المؤهله طبعا دي مسحه المباراه. واحنا لما بنتكلم على مسحه مباراه في السيمي فاينل، فبالتالي كان الكل بيترقب ده، الخوف انه اي لاعب او لا قدر الله مدرب او غيره تيجي نتيجته ايجابيه معناها انه هيغيب عن المباراه لا محاله. هنا الاجراءات انت بتتكلم في 10 ايام. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي لغايه دلوقتي الراجل لسه في الحجز الطبي في الفندق الخاص بالعزل. اسعد واحد بنتيجه مباراه الدحيل مين؟ محمد مرجان، العميد محمد مرجان، لانه ضمن ان احنا هنقعد لنهايه البطوله. قال لك ده انا عمال اصلي وادعي يا رب نكسب، يا رب نكسب عشان ربنا تفضلوا الصحة تفضلوا موجودين معايا. يا خبر ابيض، ان شاء الله كل خير. وان شاء الله يطمئن على نتيجه المسحه الجديده لما يعملها باذن الله، ونطمن على شفائه. لكن النهارده بقى الكل فضل يترقب نتيجه مسحه السيمي فاينل، ودي مسحه مهمه جدا. الحمد لله قبل التمرين، قبل ما الفرقه تتحرك للتمرين، كانت جت النتيجه انه كل اعضاء البعثه الحمد لله سلام، والنتيجه سلبيه للجميع، سلبي فيروس يعني، الحمد لله كله سليم. فبالتالي كل اللعيبه راحت التمرين النهارده، وكان ده المران الرئيسي زي ما بنقول للمباراه بقى، في التراي ماتش وفي كل الشغل التكتيكي لبيتسو موسيماني. الفرقه عملت تمرينه قويه جدا،
الناس واضح ان اللعيبه كلها عطشانه تلعب كوره بعيدا عن اي ضغوط. لا وفاهمين يعني ان هم ما هو كل واحد في تاريخه بقى لاعب بايرن ميونخ. لعبت بايرن ميونخ مباراه رسميه في كاس العالم للانديه. كما يعني حظي بهذا الشرف الجيل اللي لاعب البرازيل وعمل قدامه المباراه المبهره فاكرينها بتاعه اللي كنا مغلوبين 3 وتعادلنا 3-3 وضرب الجزاء في اللحظات الاخيره. ادت لهم التفوق 4-3. فدي حاجات كل واحد في تاريخه بتبقى نقطه تحول يعني او علامه من العلامات الفارقه. نتمنى ان يؤدوا بكل حماس بكل ابداع بكل التزام بكل توفيق علشان برضو تبقى مباراه تاريخيه لينا كلنا ولجماهيرنا. وعايز اقول لحضراتكم بيتسو موسيماني الحقيقه الراجل ما بيسيبش اللابتوب بتاعه من ايده، طول ما هو ماشي تلاقيه في المطعم، تلاقيه بيستنى، بتلاقيه بياخد قهوه، بيشرب حاجه، قاعد مستني، راح التمرين، راكب العربيه، في اي مكان هتلاقيه فاتح اللاب وشغال شغله لحظه بلحظه. فعايش من يمكن من امبارح بالليل لما سالناه الظهر قال لك انا هفتح صفحه البايرن بالليل، احنا هنبدا الشغل للبايرن من بالليل. فشاف ماتش بايرن وهيرتا برلين وبدا الشغل الرسمي بينه وبين ريال بايرن ميونخ. الراجل ده عنده الشغف، هذا الشغف بكره القدم، بيحب الكوره قوي، والتركيز يذكرني بالكابتن الراحل محمود الجوهري. صحيح بالظبط. الذي كرس حياته لكره القدم راهب، ولذلك هو قيمته الحقيقيه في انه ادى كرة القدم كل حياته. ايوه فاداته. أيوة. اداته المقابل. أيوة. الراجل ده بيذكرني بهذا الشغف وهذا الاهتمام وهذا الحرص والتفاصيل والمذاكره. وبعدين احنا يعني تأدبا ومراعاه والتزام اما نيجي داخلين المطعم ونلاقي لسه في لعيبه، انا والاستاذ ابراهيم بنطلع كده ونستنى نقعد في حته على ما يخلصوا. لكن اللي لافت نظري دائما ان في ترابيزه في اقصى ركن في الصاله الكبيره جدا عليها الجهاز الفني يستمر في مكانه، وتسمع الـ طبعا احنا مش متباينين الالفاظ ولا، لكن بتشوف ان الناس دي قاعده بتتناقش وبتتحاور زي ما بيقولوا كده عصف ذهني البرين ستورمنج عن المباراه، وبيسمعهم وبيقف ساعات يتكلم معاهم اكنه يحاضرهم يعني. لا في يعني راجل بيحب شغله. يعني احنا لدينا مدرب يعشق كرة القدم ويعشق الاهتمام بالتفاصيل بقدر تقديره لقيمة الاهلي وادراكه هو طبعًا فين. طبعا طبعا دي خلاص بقى يعني مسألة مش محتاجين ان احنا نؤكد عليها، الناس كلها شايفاها ولمساها، ونتمنى له القراءة الصحيحة وانه ينقل هذا الكلام بشكل يعني سهل ومبسط للعيبه يعني ربنا سهل. هقول لحضراتكم عشان تشوفوا خليه النحل هنا شغاله ازاي. من كل فرد من افراد البعثه كل يوم في واجب بيعمله، في اللي هو مورك اللي بيتعمل. انت على سبيل المثال كابتن محمود الخطيب كان بيعكف على حاجه مهمه. كابتن الخطيب كان مشغول جدا جدا، واحد بيكتب وبعدين انا سلمت عليه من بعيد كده، مش ما كانش في غير انا وهو بقى في القاعة يعني فقال لي تعالى. بس ففهمت منه انه منشغل بانه عايز يطور لائحة المكافآت. مش هتكلم في اي تفاصيل، ليس من حقي ولم استأذن في ان انا اتكلم في تفاصيل، ولكنها كانت كلها لصالح يعني حوافز اكتر. وبفلسفه ان يظل الاهلي مش اعلى عقد ولكن اعلى دخل من خلال البطولات. هو ده ملخص اللي احنا من زمان تعظيم مكافئات البطولات. هو الراجل ببساطه شديده يعني يريد ان يضع امام اللعيبه ملكوش دعوه انتوا، بس جيبوا لنا البطولات وشوفوا خدوا المردود هيكون عامل ازاي. هات بطولات خد مكافئات، هيكون في نقله في هذا الكلام. نتمنى له التوفيق ولهم. وهو ادي مثلا كل واحد
يعني مش مضيع دقيقه في هذه البعثه اللي عامل اللي عليه. لدرجه انت عمال تقول السلبيه والناس كلهم بخير، ما قلتش اهم خبر. اصابه يعني لما يكون واحد مهم في البعثه يا استاذ ابراهيم يجي له اصابه في العضله الضامه هيغيب عن الماتش؟ هيغيب عن الماتش لان الاصابه في الجنبين. انا اول مره اشوفها الضمتين. فهو المهندس خالد مرتجي معلش بيعتذر لكم، مش هيكون موجود. بص هو امبارح يا جماعه كان التمرين الصبح، انا قلت لكم اول مره البعثه تشوف الشمس. شوفوا من يوم الجمعه اللي فاتت ما حدش شاف شمس ابدا، كله جوه الاوضه التمرين، الناس بتتحرك الساعه 7 مساء، فخلاص ما حدش مسموح له يخرج بره باب الفندق خطوه واحده، يعني الباب ما بيتفتحش اصلا، فبالتالي اللي جوه جوه اللي بره بره. فما صدقنا الناس شافت الشمس امبارح بعد صلاه الجمعه، كان التمرين الساعه 1:30 الظهر. فبعد التمرين ما خلص كابتن سيد عبد الحفيظ رجله كلته بقى على ايه؟ عايز يجيب فلسطين. فقال للمهندس خالد مرتجي ارفع لي من على الجنب وهتلاقين، وراح موقف مصطفى شوبير في الجون. فهي اول واحده اول كوره خالد مرتجي بيرفعها اي الضمه. ايه؟ قال لك الثانيه. فزي ما انت بتقول ضمتين في وقت واحد. ضمتين في الراس ربع. صحيح. انا لقيته، انا عرفته يعني، انت شفته، انا عرفته وهو قابلته الظهر، فبقول له ايه ده مالك بتزك ليه؟ قال لي انا رايح الجيم. قلت له جيم ايه؟ قال لي لا ما انا عايز اشوف. سالت الدكتور قال لي اعمل شويه تدريبات كده. قلت له هو صديق الجيم يوميا. قال لي قال لي الضمه ومش كنت قاعد انا والاستاذ طارق قنديل، فبقول للاستاذ طارق قنديل قوم انت ارفع. قال لي لا وانا مجنون انت الكوره متكهربه. يا جماعه والله احنا بنحاول نتحايل على ظروفنا بكل الطرق وفي تعاطف. يعني هديكوا حاجه بسيطه امبارح، يعني شويه الاداريين بقى على الاعلاميين اللي هم عمالين ياكلوا الاكل اللي هو بالسعرات بالبتاع من يوم ما جينا، ما كانش في يوم فري غير بعد مباراه الدحيل، فعملوا لنا بقى يعني ايه بيتزا، وعملوا لنا اللي هي الفرايد تشيكن زي اللي بتتعمل في الفراخ المقرمشه. فكانت حاجه جميله جدا. فبندردش بنقول للشيف يعني ما شيف اردني وهو اردني، وبعدين بنقول له ما تعمل لنا شويه حاجات يعني مختلفه. لا قول له انت ايه المختلف اللي انت قلت. احنا الاستاذ طارق قنديل والله العظيم انت هتزعل الناس مني، كان جايب معاه بكوات عجوه، فخطر في بالنا ان احنا نقول نطلب من الشيف بيض بالعجوه. الراجل قال لي يعني ايه بيض بالعجوه؟ انتوا يعني ايه يا مصريين؟ يا اكله دي اكله مصريه. قعدنا نوصفها له وتقدح السمنه وتحط العجوه وبعدين تطش البيض. فقال خلاص انا بكره الصبح مش موجود، انا هديها هغير لكم المزاج، هدي يعني الوصفه لزمايلي الصبح يعملها لكم. فلقيت انت نازل بقى الاستاذ طارق عنديل جاي متنرفز جدا. هل شوف الراجل عمل ايه؟ خد اتفضل. اتاري الراجل عمل عملها مخفوقه كده وشممها عجوه. عمل بيض ببيض حاجه تانية خالص غير اللي اتقالت له. فطبعا ما اكلناش. بس ما انت غلطت، انت قلت له انت عامل زي ما يكون مثلا ايه دي مقادير طبيعيه. قال له يا عم مع كل بيضتين او كل بيضه هتحط كام؟ اربع بلحات. لا لا ما قلتلوش اربعه. قلت له خمسه. والراجل جه لقى البيض بقى مش عاجبه. خايف قال لك ما انت اللي عشان القالب يقضي. لا معلش بس هو عملها بطريقه. المهم ما علينا، يعني بنسلي نفسنا لحد النهارده بقى الظهر صعبنا عليه. ففوجئنا انه عامل لنا ايه؟ عامل لنا ايه يا استاذ ابراهيم؟ كشري. كشري ودخلت الكشري بالمناسبه هي اكله صحيه. طبعا. احنا ما يعني بيعوض العجوه بالكشري. تصور بقى لما تبقى سعادتك انك تشوف طبق كشري. من كتر الاكل المكرر المنيو الثابت على اي حال غدا يعني عشاء هو هو. يعني ده بنقول لهم بس بنعيشكم دي الاجواء. طيب النهارده كان في كمان حدوته بنترجى الشورت المصري، عايزين شورت من مصر. ايه بقى موضوع الشورت ده يا جماعه؟
احنا في الاجتماع الفني استقر ان الاهلي امام البايرن هو الهوم، فهيلعب بزيه الاحمر، لكن البايرن عشان بيلبس ابيض كاملا او هيلبس ابيض، فكان لازم الاهلي يغير الشورت يلبس شورت اسود، يعني فانيلا حمراء شورت اسود شراب اسود احمر. فلما جم يشوفوا الشورت الاسود اللي معاهم لقوه هو الشورت بتاع الطقم الرمادي، لما لبسوه او حطوه على الفانيلا الحمراء الالوان مش ماشيه، او بقت ثلاث الوان. فبقيت عايز تجيب، انا عايز اقول لكم حاجه بقى هنا، سرعه التصرف والقرار والتحرك الجماعي في اداره مصحصحه جدا. في خلال 48 ساعه تم مخاطبه القاهره في النادي، جهزوا لنا الشورت الاسود، جهزوا 50 شورت بالارقام اللي الشورت بتاعنا وسلموها، وكلمنا المسؤولين في مصر الطيران ان هيجي لكم الساعه كذا الشرطات، فالشرطات وصلت، هتوصل بكره الصبح، هتوصل بكره الصبح. بس هتوصل كده بالسهل؟ لا، هتتحط في الحظر والحجر لما الشرطات تدخل العزل هتتعقم، هتتعقم تقعد اربع ساعات. خالد قال لك ده هتفضل تحت العزل اربع ساعات. اربع ساعات بس الشرطة اسعد من الانسان. يعني بنقعد يوم، هم بيقعدوا اربع ساعات. فعايز اقول يعني ان دي يعني الناس المهتميه بالتفاصيل بتوجد الحلول في التوقيت المناسب يعني. وتم حل مشكله اللبس، وبكره ان شاء الله الاجتماع الفني صباحا للمباراه هيكون التاكيد مع مسؤول الفيفا على كل الاجراءات المطلوبه في المباراه. مباراه انتوا بتتكلموا في نصف نهائي كاس العالم، الاهلي وبايرن ميونخ، مباراه هنا بتحظى باهتمام كبير جدا، وكل الناس حتى في الاوساط الاعلاميه العالميه لا حديث الا عن سيمي فاينل كاس العالم للانديه، الاهلي وبايرن ميونخ. وهتشوفوا الفريق الالماني بالمناسبه كان اتاخر وصوله، كان عنده مشكله في الاقلاع، لانه لما راح على مطار برلين احد المطارات الاقليميه الصغيره مش مسموح فيها بالطيران الدولي، ده فاتحجز سبع ساعات لغايه لما رومونيجا قال جاي طيران برلين، ورجعوا سمحوا لهم. ومطار بعد برلين سبع ساعات، اصعب مطار في التدقيق في العالم. انا وقعت في هذا المازق. يعني والله شفت واحده ست المانيه معاها اطفال صغيرين، كانوا بيفتشوا الشنط الصغيره اللي على ظهر البيه الاطفال، ودي زياده، ويطلعوا كراسه يعني بهدله. وشنط الستات تتوزن، يعني طول الهاند باج عمرها ما اتوزنت. فالست كانت تبقى معايا شنطه هاند باج والشنطه بتاعت الاثنين كانوا بيتحطوا على الميزان. فلا اجراءات الالمان مشدده جدا، لا في المطار ده بالذات. وصلت بعثه بايرن ميونخ، بكره هيتمرنوا والاثنين المباراه ان شاء الله. بكره كمان مباراه المركز الخامس، الدحيل القطري هيلاعب هونداي الكوري على المركز الخامس. الحمد لله ربنا عافانا منها، مش كده؟ ما بحبهاش المباراه دي ابدا. يعني احد المراكز اللي ما خدناهاش والتي وبتبقى لا اتمنى فيها ان نحصل عليها. انت رايح سيمي فاينل على طول يا رب. يعني انت يا ثالث، يعني انت هتلعب لو ربنا وفقك تلعب الفاينل، لو مفيش نصيب هتلعب على البونزي، تلعب الثالث والرابع ان شاء الله. وبالميراس طبعا هيلعب بطل المكسيك. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف اصداء اعلاميه عالميه كبيره جدا ومصريه عن لقاء السحاب في بطوله العالم للانديه الاهلي والبايرن بعد الفاصل. من جديد شوفوا بقى تمن او مردود الفرحه لمشاركه الاهلي ونجاحه وتاهله لنصف النهائي. شفنا صور كتيره جدا من شوارع القاهره واحتفالات في كل المحافظات وفي العواصم العربيه، لكن دايما وابدا رابطه مشجع ومحب الاهلي في فلسطين ليها مكانه غاليه لطبيعه الظرف اللي هم فيه والقيمه الكبيره جدا اللي الاهلي بيطفيها عليهم من اجواء السعاده. ده من زاوية، بس من زاويتهم هم بقى وقيمة الحب والاحترام اللي بيكونوها للنادي الأهلي، صحيح، والحرص في كل مناسبة يقدروا ينزلوا مصر عشان يجوا يزوروا النادي الأهلي.
صديقنا العزيز علاء خالد مؤسس رابطة محب الأهلي في فلسطين وفي غزة تحديدا، ومعاه ضياء ومعاه خليل ومعاه كل المجموعة، وأسامة عمر برضو اللي عمل رابطة حب الأهلي المصري جمعنا، فوسع النطاق قوي أسامة أنه هو تبقى الأهلوية في كل مكان يبقوا تحت عالم واحد. احتفلت غزة بفوز الأهلي وانتصاراته، نشوف جانب من هذه الاحتفالات. حضراتكم يا باشمهندس، في البداية أنت افتكرت مباراة الأهلي والبايرن 2012. أنا بس عايز أعلق قبل ما أتكلم على الأهلي والبايرن، عايز أعلق على الفلسطينيين والغزاوية. بعد التواصل خلال عشر سنين أو أكتر اللي فاتوا دول، اكتشفت حجم المبدعين في كل الميادين من الفلسطينيين وأهل غزة، سواء في الطرب سواء في الفن التشكيلي، بيعملوا حاجات تخص الأهلي ومجسمات وشعار الأهلي من الرمال على البحر ويبعتوها لي، مبهرة. صحيح. فالناس دي والله يعني المعاناة فعلا هي اللي بتتك على زرار الإبداع. صحيح. أنا بس عايز كنت لازم أنوه على القدرات المتنوعة عند إخواننا هناك. طيب، كان المهندس عدلي أسار من في البداية المباراة الودية اللي كانت أقيمت هنا في قطر في يناير 2012. يناير 2012 الأهلي وبايرن ميونخ، المباراة اللي انتهت بفوز البايرن 2-1. هنشوف في هذا الفيديو ملخص لهذه المباراة واللي فاز فيها البايرن 2-1. لا 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 لا، ده باص ده برجليه ولا بايديه؟ لا 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 لا. اول اهداف اللقاء، اول اهداف اللقاء، نعم، احمد السيد في مرماه، وكان بايرن ميونخ اجبر احمد السيد انه يسجل هدف في مرماه. لكن سيبوكم من كل ده، شوفوا روبن عمل ايه. العلم المانيا موجود في استاد الدوحه، ليهم مشجعين في كل مكان، ما فيش كلام، فريق كبير، فريق محترم، نصف ساعه احتاجوا عشان يسجلوا. بصوا روبن عمل ايه، شالها، ولما شالها نزلت على الارض عشان ما تزيدش، والاستلام كان جميل. اصرار مره أولى، إصرار مرة تانية، مفيش تسلل رغم تقدم الحارس، إن في اتنين مدافعين راجعين في الخلف، وأحمد السيد فقد الاتزان، فقد الكوردينيشن الجيد في اللعبة الأخيرة، وفي مرمى يسجل أحمد السيد أول أهداف فريق بايرن ميونخ في اللقاء. 1-0. طيب، ده كان ملخص هذه المباراة اللي كانت في يناير 2012، ومباراة ودية، لأنه الناس كمان استدعت ذكرى فوز الأهلي على بايرن ميونخ وديا في القاهرة 2-1. الهدفين كان الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمود الخطيب. وبمناسبة الكابتن محمود الخطيب، كان سافر هو والكابتن حسن حمدي والمهندس خالد مرتجي منذ سنوات برضو أيام مجلس الكابتن حسن لبايرن ميونخ، وكان في زياره وكان في بروتوكول تعاون. اعتقد عملوا بروتوكول تعاون او اتفقوا على بروتوكول تعاون، ما اعرفش توثق ولا ما توثقش. ايوه، لكن اللي اعرفه ان من كام سنه الكابتن اسامه حسني راح عمل فتره معايشه. ايوه، ورجع بمجموعه من الملاحظات، كنا بندردش حتى من يومين. ده احنا نشوف اسامه بكره معانا بقى. يعني كنا بندردش كيف يمكن تطوير قطاع الناشئين في النادي الاهلي، فحكى لنا على اللي شافه. سواء من ناحيه الملاعب، سواء من ناحيه طريقه اكتشاف المواهب، العنايه بيهم. قلت له يعني يا كابتن اسامه، لديك مسؤوليه كبرى في انك انت تكتب هذا الكلام، وكان الكابتن سيد مشترك معنا في هذا الحديث، كيف نطور يعني قطاع الناشئين عشان يبقى فعلا يعمل اللي احنا متوقعينه منه بشكل اكبر كمان. واحنا دلوقتي في السنين اللي فاتت دي تحديدا طلع عدد كبير من الناشئين للفريق الاول، لكن احنا كمان عايزين اكتر، وعايزين مش بس اكتر، عايزين نختصر لهم الفتره
استاذ ابراهيم ان اما تطلع ما تفاجئش بعالم مختلف، تدريب مختلف، عنايه مختلفه، تغذيه مختلفه، وقد تتعرض للاصابات نتيجه الفوارق في الحمل، وعايز تطلع على الاقل دارس التكتيك ودارس المفهوم. فانا الاوان بقى ان احنا الربط القوي جدا بقطاع الناشئين مع الفريق الاول. طيب في الرحله دي الكابتن الخطيب كان سال نجوم البايرن، تحدث شفانشتايجر وفرانك ريبيري عن النادي الاهلي، نفكركم بيه. يمكن ان النادي الاهلي المصري، يمكن النادي على مستوى الافريقي ومستوى العربي ومستوى اوروبا ومستوى امريكا الجنوبيه، اكثر نادي وصل لمونديال الانديه، كاس العالم للانديه. وانت لعبت قدام الاهلي، تقييمك ايه للنادي لاداء الاهلي؟ Ja, wir haben gegen Ali schon gespielt, vor zwei Jahren mal, und sie haben, ich kann mich noch erinnern, sie haben sehr fanatische Zuschauer, Fans gehabt, die sehr viel Stimmung gemacht haben. Das hat mir sehr gut gefallen, auch die Mannschaft war sehr gut. Es war nicht einfach, gegen sie zu gewinnen. Ich glaube, wir haben nur knapp 2-1 gewonnen. Und ja, es zeugt natürlich von großer Qualität, wenn man 5-mal in Folge zur Club-WM fährt. Und, ich weiß jetzt aktuell nicht ganz genau, welche Position sie stehen oder wie sie im Vergleich zu den europäischen Vereinen dastehen. Aber wir haben uns damals nicht einfach getan, gegen sie zu gewinnen. Und ich glaube auch, dass es jetzt nicht einfach wird, alle zu schlagen. Aber ich wünsche natürlich trotzdem viel Erfolg. لعبت قدام النادي الاهلي في احدى البلاد العربيه. تقييمك ايه للنادي الاهلي؟ Das ist immer gut, wenn du spielst, du kennst andere Mentalität, Spieler, so wie diese Atmosphäre, Stimmung. Und auch für uns, das ist wichtig, wir sind für Beratung und nach Urlaub, so. Das ist immer gut, wenn du Training. Aber wenn du spielst auch so für diese Club, auch für diese Leute, das ist immer nett und immer positiv und macht Spaß. Ja, aber das ist jetzt, ich glaube, in diesem Moment in Katar und andere Welt, arabisch, er hat mehr große Spieler und gute Mannschaft, das ist immer wichtig. طيب ما حدش احسن من حد، ده شفانشتايجر وفرانك ريبيري القدامى في البايرن وكلامهم عن النادي الاهلي. طب ما نشوف قدامى الاهلي وكلامهم عن البايرن، ما حدش احسن من حد. القيمه التسويقيه بتاعتك خلاص خليناها على جنب عشان الفرق كبير قوي الحقيقة. بس القيم الانسانيه واحده والقيم الفنيه نشوفها واحده، لا مش بعيده قوي. نشوف الكابتن محمد فضل نجم الاهلي السابق في رؤيته ازاي الاهلي يقدر يخترق بايرن ميونخ. نشوف فضل. يعني مساحاته كلها، الفرقه كلها بتتحرك كتله واحده، مفيش مساحات، عندهم يعني كومباكت طبعا. عندهم يعني كل اللعيبه كويسه، نوير يعني اقول لحضرتك التشكيل، نوير وبافار بتاع فرنسا وبواتينج وألابا والفونسو ديفيز طبعا قوي جدا، مارك روكا، كيميتش احسن لعيب في العالم السنه دي، احسن لعيب في العالم صراحه، عامل سيزون هايل يعني. مفيش ضغط يعني، مفيش ضغط علينا زي ما انجوي يعني زي ما موسيماني قال. طبعا احنا بنعمل علينا مساحات ساعات، بيبقى الادرينالين في الماتشات دي للعيبه المصريه بتبقى كويسه. الدنمارك ومصر في الهاندبول بالظبط، كانت الفروق كبيره جدا بالظبط. نعم. فانا شايف ان هم فرقه محترمه. هنلعب يعني احنا كده كده بنحترمهم طبعا. لكن الحاجه الوحيده اللي انا يعني اللي انا شايف ان هي اختراقها وارد اختراقها طبعا، الديفنس اللي بين ألابا وبواتينج زي الكوره يعني سبحان الله. والله انا وانا جاي مش مرتب كوره بركات وابو تريكه، كنت ناسيها تماما. نعم. بس الوان تو هات اللي في النص اللي في العمق دي تبقى اسهل الحلول. السرعات، ان دايما الفرق دي بيبقى فيها سرعات، اما يبقى في سرعات في العمق هم مش بنفس يعني. احنا عندنا محمد شريف سريع، كهربا سريع، بوليا سريع، حسين الشحات سريع وخطواته يعني سلام افشل لعيب كوره، افشل لعيب كوره طاهر سريع. فاحنا لما نقفل نص الملعب، لما نكون مقفلين المساحات وبنقدر نلعب على سرعات قدام، بتهيألي ان دي هتفرق خصوصا من العمق. طيب دي روشتة الكابتن محمد فضل اللي هو بيقول يعني لابد ان نعتمد على سرعات نفاجئ بها بايرن ميونخ، وكانه يوصي بالتشكيل في حد الطاهر
ومحمد شريف وكهربا كهربا. لكن كابتن عماد متعب يتفق معاه بقى ولا يختلف؟ عايزين نشوف. فرقه كبيره عندها امكانيات عاليه جدا. السرعات لما تحب تقفل على حد سرعات، يعني لو جبت اسرع عربيه في العالم عشان تخنقها وقفها في طريق زحمه مظبوط، مش هتعرف تعمل حاجه خالص. نعم. فطول ما انت قافل المساحات بشكل كبير جدا ومش مدي مساحات للاعيبه البايرن، هيحاول يستغل المهارات الفرديه، ودي بتبقى راجعه لحاله بقى لاي في حالته النهارده مش موفق موفق. انت كنت موفق عليه. الفكره كلها ان انت تلعب صح. نعم. الطريق حتى لو النادي الاهلي لعب 4-3-3 لازم يلعبها صح. لعب قبل كده مع فايلر 4-3-3 في مباراه الزمالك وخسر 3-1، وكانت طريقه سيئه جدا لان الثلاثه اللي في نص الملعب كانوا بيلعبوا غلط او هو كان بيلعبهم غلط. نعم. لما العب بثلاثه في نص الملعب انا مطالب ان اقفل نص الملعب بالكامل. انا واحد بيبقى قدام هاني بيرحل لعيب نص الملعب الثاني يضم شويه، الثالث بيدخل لجوه والعكس صحيح. بيروح الناحيه الثانيه مثلا حمدي فتحي بيدخل وراه السوليه بيدخل وراه ديانج. هي يعني الفكره كلها الترحيل مهم جدا جدا. ثاني حاجه لعيبه المدافعين ما يخافوش لدرجه ان هم واقفين في 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 قدام ال 18 ومش عايزين يخرجوا. لا اخرج يعني. ايمن اشرف في احسن حالاته بسم الله ما شاء الله ربنا يزيده، ربنا حاجه تشرف. بدر بنون نفس القصه، لعيبه عندها ثقه. علي معلول لعيب عنده خبرات. هاني اتحط في المواقف دي كتير. فعلى ما اعتقد ان لعيبه الاهلي ما تخافش تلعب باريحيه، وان شاء الله ان شاء الله نستمتع بالمباراه وايا كانت النتيجه احنا بنفخر بالنادي الاهلي وبلعبه. نقفل كويس، نضيق المساحات، وايا كانت النتيجه لازم نفخر بالاهلي. ده عماد متعب. طيب كويس قوي. اه يبقى فاضل بيقول عايزين نستفيد بسرعات الموجوده. عماد قال له عماد بيقول نقفل كويس ونضيق المسافات. يبقى هم وصفوا لنا الجسم المتكامل. ايوه الجزء الرجلين والوسط بالظبط لحظه الهجوم عايزين سرعات والدماغ يعني كده اتكون جسم الفريق تقريبا من وجهه نظر اثنين من المهاجمين اللي يعني. طيب الاثنين مهاجمين فضل راجل راس حربه وعماد متعب راس حربه كمان حدث ولا حرج، الاثنين دوليين كبار. نرجع للتقفيل اللي عماد متعب قال عليه، هذه خشبه واحد من اللعيبه اللي هم كانوا المقفلاتيه قوي. هذه خشبه اقفلها ازاي؟ نشوفه. اتصور ان التشكيل هيبقى كالاتي: ان الشناوي حراسه المرمى، محمد هاني ناحيه اليمين، بدر بانون اوكي، ايمن اشرف اوكي، ناحيه الشمال علي معلول. تمام. دول الاربعه ثابتين مش دول الاربعه اللي هم التشكيل الاولاني في الماتش الاولاني. تمام. والشناوي طبعا حارس مرمى. الشناوي تمام. الثلاثه في نص الملعب هيبقوا ثلاثه ديفندر اللي هو عمرو السوليه وديانج اوكي وحمدي فتحي. يعني دول حضرتك شايفهم افضل ثلاثي نص الملعب. خلي بالك هو لما غير ديانج في الماتش الماتش الاولاني هو غيره مش فقط عشان حمدي فتحي عنده انذار، هو غيره عشان عايز يبقى يشوفوا ويحسسوا بالمباراه عشان الماتش اللي بعد كده. فانا اتصور ان الثلاثه دول هيكونوا ستاره في نص الملعب مهمه جدا للنادي الاهلي. فانت كده امنت الفرقه من الناحيه الدفاعيه. شوف بقى الشكل الهجومي انت. تمام. كده عندك بقى في الشكل الهجومي عندك قفشه. قفشه يلعب؟ قفشه لازم يلعب. اوكي. هيلعب قدام الثلاثه بتاع نص الملعب ولا يلعب على الطرف؟ لا ما يلعبش على الطرف. صح كده احنا متفقين من اخر مره ان قفشه فشل او مش حتته لان قفشه ما عندوش سرعات في الناحيه الهجوميه. يعني هو عنده تمريرات جيده. صحيح. عنده قوه كنترول كمان على الكوره. كنترول عالي جدا. يعني كانت يلعب تحت راس الحربه قفشه، يعني قدام الثلاثه يلعب قفشه بالظبط كده. اوكي تمام. يبقى كده في اثنين لعيبه هتلعب بيهم ازاي؟ اثنين سترايكرز ولا واحد جنب قفشه وواحد قدامهم؟ لا واحد جنب قفشه، يعني اثنين تحت راس الحرب. اثنين واحد من ضمن واحد منهم مجدي قفشه. بالظبط كده. مين الثاني اللي جنب قفشه؟ بص انا عندنا طبعا اغششك اقول لك اللعيبه الاختيار طاهر وحسين الشحات. طاهر وحسين الشحات وتين محمد شريف ومحمد شريف وكهربا وواليا. تمام. صلاح محسن ومروان محسن كل دول لعيبه موجوده ومتاحه. تمام تمام. انا طبعا ما ينفعش ان انا احط كهربا ولا محمد شريف طالما ما لعبتهمش الماتش الاول. تمام. يعني لازم احط حسين الشحات على طول. هو بيحب حسين الشحات. هو جاب هدف الماتش اللي فات وطبيعي كابتن يلعبه. هو بيحب حسين الشحات فاتصور ان هو هيحط حسين الشحات. تمام. رغم ان طاهر عمل مباراه جيده جدا الماتش اللي فات يعني. وحسين الشحات انا شايف ان هو ما قدمش اعلى حاجه عنده في الماتش اللي فات، لكن الهدف طبعا اداله يعني سماحيه ان هو يكون اساسي في الماتش ده. وبواليا هيبقى قدام. طيب كابتن هادي يعني وهو يعني مدافع كان طابعه التحفظ الدفاعي ولكنه في ارائه مش متحفظ،
هو تقريبا حط التشكيل، وحط التشكيل ببساطة شديدة عشان ما نقعدش نسرد أسماء كتيرة. هو عشان يلعب بتلاتة في خط الوسط استبدل طاهر بديانج، ورأيه أنه يبقى تلاتة يعني يؤمنوا واثنين وتلاتة يهاجموا أو اثنين. على كل حال هذه آراء، كلها آراء، لأن في دماغ موسيماني، هي في دماغ موسيماني، مش هيسمع كلام حد تاني. هادي خشبة الراجل هاف ديفندر، فزي ما المهندس عدلي قال هو انحاز لفكرة بناء خط الدفاع الأول وإنه لازم يدافع من نص الملعب، فغناني عن المجادلة مع المهندس عدلي. أنا من بدري جاي عايز أقول لكم التشكيل، معرفش هادي صديقنا العزيز إزاي قدر فعلا بتوارد الأفكار يقول نفس التشكيل اللي كنا هنتكلم فيه. أصل إيده في المية يا أستاذ إبراهيم. أيوه. أنا ليه ضد فكرة طب هو التشكيل إيه؟ ما هو احنا بناء عليه بنقول التشكيل دايما، التشكيل ده وجهه نظر اللي ايده في الميه. لا انت بتقول انما اللي ايده في النار تبقى ايه؟ اللي عارف حاله لعيبته، واللي عارف في دماغه ايه التكتيك، واللي محفظ لعيبته على ايه، هو محفظ لعيبته على ايه. ف ده انما من باب يعني الفن، وان احنا كلنا كل واحد هيقول وجهه نظره. يا استاذ ابراهيم ما هو خلاص نتحدث، فلنتحدث جميعا في كره القدم، ليه لا؟ شوف طيب. مين هادي خشبه هاف ديفندر، احنا شفنا الانحيازات، شفنا انحيازات محمد فضل الراجل رايحه ناحيه الهجوم، عماد متعب لا عارف الخطر في مين قال لك نقفل. هادي لعب بثلاثه في نص الملعب، الصقر احمد حسن يعمل ايه بقى؟ تشوفه مهم، نشوف الصقر بقى اللي جايه. عارف انت لما بتبقى ايه مش طالب من اللعيبه غير ان هم يظهروا بشكل كويس، وده المطلوب دلوقتي بالنسبه لنا. طبعا يحاول ان هو يلعب على مكسب، لكن في النهايه في الحياه حاجه اسمها منطقيه. منطقيه دي اللي هي فريق من الفرق القويه جدا بيتمتع بافضل لعيبه موجودين في العالم، عندهم احسن لعيب في العالم ليفاندوفسكي طبعا، عندهم احسن حارس مرمى في العالم، عندهم اطراف من اقوى الاطراف الموجودين، جنابري وبالظبط. فاقصد فرقه طبعا، فرقه من الفرق الجيده، انما مباراه نستمتع بيها، مباراه النادي الاهلي يثبت ان هو فريق كبير، يثبت ان هو احد اكبر الانديه في الوطن العربي وفي افريقيا، فاللعيبه تستمتع. يعني اللعيبه في جزء من المباراه ان هي اللعيبه تستمتع. احنا هنلعب مباراه من وجهه نظرك للمتعه، ولكن المفاجات ورد طبعا، المفاجات وارده طبعا، يعني نعم. اكيد 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 المفاجاه، كره القدم فيها كل شيء، وفي النهايه احنا عندنا لعيبه كويسه. طبعا نعم. هم عندهم لعيبه كويسه، بس نعم. في النهايه انا زي ما قلت لك لازم يبقى في نوع من انواع الثقه، نوع من انواع الاستمتاع، نوع من انواع ان انا فعلا بلعب في نادي ليه قيمته وليه تاريخه وليه جماهيريته، واعتقد ان هيكون في مسانده كمان جماهيريه بالنسبه للعيبه النادي الاهلي. ولكن موسيماني كمان لازم يبقى واقعي، يعني لازم يلعب بطريقه لعب وبشكل مختلف، وان كان اللي وجهه نظري ان ايه المشكله نلعب بليبر مثلا في المباراه دي. يعني انا شايف ان ممكن بدري بنون يلعب، ويلعب اثنين قدام استبارات يعني، ويعتمد على الكاونتر اتاك مثلا بالنسبه بواليا، واثنين تحتيه مثلا صراع، وان هو يقفل خطوطه بشكل كويس. لان انا اعتقد في المباراه اللي انا شفتها الاخيره كمان لازم يكون في مسانده لمحمد هاني. الصقر احمد حسن بقى لا دخل علينا بحاجه جديده قديمه وغير متوقعه، وقال لك انا لما اكون بلاعب بطل العالم مش عيب ان انا ارجع لقديمه والعب بليبرو. هو ممكن نلعب بليبرو. طب هو الناس ليه اصلا لغت فكره الليبرو؟ علشان تزود الجانب الهجومي، وانه لعب معطل. طب هو انت لما تبقى يعني كاشش من فرقه هل ممكن ترجع تلعب بليبرو؟ انت رايك ايه؟ تصدق وجود بدر بنون، هو حدد الاسم ده. وجود بدر بنون يحسسك ليه لا؟ ده شكله اصلا الراجل زي عماد النحاس اتخلع عشان يكون هو ستايل ليبرو. معلش بس طبعا فينا. عشان طريقه الكوره خلاص ما بنلعبش بليبرو، لكن الحقيقه اتفضل. لا انا عايز اقول لك هنا هنقف شويه مع ما قاله الصقر، لان فكره انك تلعب بليبرو ممكن ناس كتير تقول لك ليه لا، لكن دي ما تدكش حق يا استاذ ابراهيم. انا لما اكون فرقه وابتدي العب بليبرو ما تخلينيش غصب عني
ابتدي انكمش واحس ان انا خايف. لا لا هتفقد لاعب، تفقد لاعب. فكره الليبرو لاعب اذ ربما السرد باكات تخطئ فتلاقي حد يغطي، طب لو ما اخطاوش يبقى الراجل ده بره الجيم. يعني انت عايز الليبرو هو معطله من الاخر؟ لا 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 طبعا مش مع الليبرو، مش مع الليبرو. اه طبعا مش مع الليبرو بالذات لانه بدر بنون اللي انت كان ممكن قدراته ستايل ليبرو، لا هو الراجل سرد باك ما شاء الله عليه، بيبدا كوره من تحت كويس، عنده حسن توقع كويس، كتر كويس جدا في الرقابه، كويس قوي في ضربات الراس، يعني ما شاء الله مدافع دولي بجد، مدافع دولي مغربي كبير. هنا ما صخر ما سابش احتمال، هو هو احمد يعني هو غطى لك كافه الاحتمالات بالظبط. هو هو احمد اتكلم في ثلاث نقط مهمين جدا. النقطه الاولانيه انه علينا ان احنا نحط حذرنا الدفاع الكافي حتى لو احتاج الامر كده، مش عيب عادي اقول لك ما تحرجش ما تتكسفش مش عيب صحيح. لكن في المقابل ما هو انت في غير ديت قالك اللعيبه موسيماني لازم أن يكون واقعي، ولا انا متاكد منه انه اسلوب لعب الاهلي هيكون فيه منتهى الواقعيه، وما اعتقدش انه موسيماني هيغامر او هتضرب منه فكره معينه، هتلاقيه في منتهى الحذر ومنتهى الاحترام، وفعلا زي ما عماد طالب عماد متعب هتلاقيه لا مقفل كويس قوي. طيب ما احنا عايزين نكمل بقيه التشكيل الاراء. طيب ما هو انت ما عندكش اختلاف بنسبه كبيره جدا على الشناوي ان شاء الله وفي افضل حالاته بسم الله ما شاء الله عليه، ما عندكش خلاف. محمد هاني المباراه اللي فاتت الناس كتيره اتكلمت على انه الناحيه بتاعته اليمين كان فيها ضغط كتير جدا، وموسيماني لما اتكلم عليها قال لك كان يجب ان احنا نعمل مسانده دفاعيه اكتر شويه للناحيه اليمين، ما تمتش بشكل كويس. انا ممكن الباص الطويل كمان كان بيتقطع فبيرتد علينا هجمات كلها من ناحيه اليمين. عايز اقف عند محمد هاني في الحته دي لانه كان في ضغط عليه جامد. كل الناس لما جت اتكلمت قالت ان اخطر لعيبه هي اللي هتلعب ناحيه الجانب الايمن بتاعنا، او اللي لعبت دودو ده وجونسون. اه مش اسمه جونسون؟ ادميلسون في الرايت ودودو في الشمال. بس لا رجع تاني حد تاني برضه. يعني هم قالوا واجه الاسرع والاخطر. طب اما انتم عارفين انه واجه الاسرع والاخطر، ولما مستر موسيماني يعني يعترف انه كان يعني لم يلقى المسانده اللي تخليه، وبعدين لما نشوف انه كل الليله دي كلها عشان مرتين ولا حاجه في الماتش حصل ان حد جري منه. انا ارى يا جماعه ان هاني واحد من اهم اللعيبه في النادي الاهلي طبعا، لانه تنوع البوزيشن زي ايمن اشرف ما بيلعب في الشمال هاني بيعمل كده من ناحيه اليمين، واللي جاي بالنسبه له هيكون كده برضه افضل لانه مهاري منضبط. لكن في فوارق بدنيه ساعات غصب عن اي حد، يعني فارق في مصدر خطوره الفرقه انت يعني لازم واحنا بنتكلم ما ننظرش للفريق اللي قدامنا ده انه يعني فريق معدم، لازم نعرف ان عنده عناصر تفوق. الحقيقه انت ذكرت اسم عدى كده سريعا لكن عايزين نقف عنده، لانه انا في رايي مان اوف ذا ماتش اللي استحقها ايمن اشرف المباراه اللي فاتت بتاعه الدحيل ده دليل ادانه على ناس كتيره قوي ضغطت على ايمن وجرحت واساءت وقللت من حجمه ومن تاثيره، وناس كتيره قوي ضغطت عليه جامد بقالها سنتين فاتوا، وكله كان بيقلل من دور ايمن اشرف. ايمن اشرف دلوقتي للانصاف افضل مدافع في مصر. لا انا كلام ده قايله من شهر. يعني الموسم اللي فات والموسم ده ما شاء الله عليه راجل مش حتى اللمس بتاعته حتى لما بيعمل الاسيست حتى لعيب بينضج صحيح وبسم الله ما شاء الله عليه وروح ماشي لقدام يعني صحيح. وانا شايف ان مشوار هاني ماشي في السكه دي ان شاء الله. فانت بتتكلم عليه ما هي الدنيا واضحه جدا، اذا كان محمد هاني بدر بنون ايمن اشرف استاذ ابراهيم لما تقول مين افضل باك رايت في مصر بلا تردد حاليا محمد هاني صحيح. ناحيه الشمال انت عندك الدولي التونسي الكبير علي معلول ما شاء الله عليه تقل لوحده. ما هو ده انت خلاص بقى في الديفندرز عندك انت خلاص هنمشي مع هادي خشبي ديانج والسوليه وحمدي فتحي، هيجي التلت الهجومي بقى انت بتتكلم في انه ممكن السرعات في المباراه ديت يكون نصيب محمد شريف اعلى من ولتر بواليا. ولتر بواليا انت كنت محتاجه
مع السردباكات بتاعه الدحيل لانه داشنج شويه فكان بيخبط معهم جامد. دي مباراه محتاجه سرعات وفيها مساحات، البايرن مش هينكمش، فبالتالي فرص السرعات لمحمد شريف تعلي فرص ظهوره. كهربا نفس الحكايه، بس كمان محمد طاهر او طاهر محمد طاهر ما شاء الله عليه. فانت هتفاضل بين واحد، اذا كنت هتستخدم قفشه في مركز صانع اللعب ومحمد شريف فرود، هتضطر تعدل ل 4-3-3 او 4-3-1-2. استاذ ابراهيم كده حطينا 13 لعيب، خلي بالك. لا ليه عدهم؟ عايز تلعب بثلاثه في خط البتاع، انا قلت لك، وعايز تلعب بقفشه صانع العاب. ما انا قلت لك هيبقى وجود قفشه على حساب طاهر محمد طاهر رغم تفوقه، او على حساب كهربا. وديانج هيبقى على حساب مين؟ ما هو ديانج انت هتلعب الاربعه ورا وثلاثه هاف ديفندرز، ادي السبعه لخبطه، والثلاثه منهم ماشي. شريف راس حربه، الجناحين اللي تحت منهم هتستخدم قفشه جناح او هيميل لنص الملعب شويه. على كل حال استاذ ابراهيم ده رئيس التحرير، واحنا كنا متفقين ان احنا مش هنتطرق ان احنا نقترح، لكن هو ما قدرش ما يتكلمش ويقول رايه الفني بصفته رجل، طبعا رجل رئيس تحرير وناقد كبير، فانا هسمعه بس هقول له برضه ما اعرفش موسيماني بيفكر في ايه. طب ليه موسيماني؟ ما تروح للالماني. راينر تسوبل للالماني طبعا فاكرينه، تجربه طويله جدا مع الاهلي وقبل كده مع الباير، تحدث لصحيفه المانيه عن هذه المواجهه المحتمله الكبيره او المؤكده الكبيره بين الاهلي وبايرن ميونخ. مهم جدا نسمع راي راينر تسوبل. A lot of power. Okay. They won 1-0 and so it is, and then they have to fly to Doha. Yes. And in Germany it's in the moment it's minus 1 degree, in Doha it's 20 degrees tomorrow. Yes. On Monday. So there's a different, and so this you lose power by this. And so Al Ahly, if they are not afraid, if they start to push up against Bayern Munich, they have a chance. اوكي يعني راجل جميل جدا يا جماعه، وبيتكلم والله يعني حاسس ان هو مصري بيتكلم، حاسس ان هو اهلاوي صميم وعايز الاهلي يكسب من كل قلبي. يعني انا هقول لحضراتكم بقى والله مستر تسوبل، اي لايكت وات يو سيد مستر تسوبل، اي ريلي لافد وات يو سيد، اند اي كان فيل ذات يو ار ايجيبشن ات ذيس مومنت، اند يو ار ان اهلي فان نوت. يس والله اي كان فيل ذيس، اي هاف ا ريد شيرت اون توداي. يس يس اي كان سي، سو اي ويل ترانسليت تو ذا بيبل. الراجل يا جماعه بيتكلم بكل منطقيه وكل عقل، بيقول لكم، بيقول دلوقتي انا قلت له الناس في مصر معتقده وتتمنى ومقتنع ان الاهلي ممكن يكسب بايرن ميونخ او ممكن يوصل معاه للتعادل في الوقت بالوقت الاضافي، ان هم يلعبوا ضربات جزاء والاهلي يكسب. قال لي ده ممكن يحصل لاسباب. اولا قال لي بايرن لعب مباراه قويه جدا قدام فريق هيرتا برلين وكسب 1-0 بس. قال لي الفريق خسر جزء من مجهوده الكبير اللي بذله في المباراه النهارده. قال لي الجو كان فيه مطره وفيه ثلج، فالمجهود اللي اللعيبه عملته في الماتش ده هيقلل من جهودهم في المباراه. وقال لي ان درجه الحراره في المانيا -1، وان الفريق هيسافر بعد المباراه هيروح للدوحه، فده هياخد من مجهودهم، وعلشان يوصلوا لدوحه في درجه حراره مختلفه من -1 لـ20 درجه مئويه، اعتقد ان الموضوع بالنسبه لهم هيكون في تعب واجهاد. قال لي الاهلي لو، ركزوا معايا، الاهلي لو ما خافش وضغط عليهم من قدام هيقدر يعمل معاهم نتيجه ايجابيه. طيب الزميل عمر ربيع ياسين الحقيقه كان مهتم جدا يجيب راي تسوبل على قناه النهار لما تحدث تسوبل للصحف الالمانيه مجرد ما جت المواجهه بين الاهلي والبايرن. الاعلام الالماني راح لحد يسالوه مين الاهلي؟ ايه الحكايه؟ يعني انت دربته؟ ففكره انه يقول لك الاهلي ممكن يكسب، هو الراجل ساند او باني فكرته انه البايرن لعب امبارح في درجه حراره تحت الصفر، كان جو ممطر جدا، عانى بدنيا شويه، رحله الطيران كان فيها بعض المشاكل والتوقف في برلين 7 ساعات قبل ما يجي، فبالتالي قال لك رايح يلعب في منطقه الخليج في درجه حراره 20 هيعاني بدنيا، لو الاهلي استغل ده وضغط فوق كويس وما خافش هو ينط. ليه لا؟ راينر قال كلمتين اه الاولانيه فخ فخ طبعا اه
انك يقول لك ما مجهد وتعبان وتفاوت درجات الحراره ودول مكن ما بيتعبوش ولا كانك قلت حاجه يا راينر في الحته دي. النقطه الثانيه ان بالسرعات تستطيع ان تفعل شيء وهو ما اتفق عليه كابتن فضل وكابتننا الكبار اللي توالوا بعد كده. مساله ان الاهلي يستطيع ان يستمتع بالمباراه ويلعبها في اجماع على الكلام ده، لكن برضو عايزين ناخدها بحذر جدا كلمه يستمتع، وليس معناها العب على كيفك. يعني هو تحرر من فكره انك انت في التزام انك انت يعني يا تكسب يا مش عارف ايه. لا، العب واحنا مقدرين انك بتلعب مع حد يفوقك في الامكانيات، لكن انت قادر انك انت تحقق مفاجاه. هو ده المفهوم. راينر تسوبل ده اصله يعني احنا قعدنا فتره كده مدرسه المانيه على طول. لا هو يعني هو راينر تسوبل، راينر هولمان، ديكسي، كان مقرر بعد طبعا دي ترشيحات فايس، كان مقرر ان كان هيجي مدرب كان بولندي وكان مدرب كبير لانه بعد كده راح الخليج، لكن جت معلومه معينه في وقتها ما كانش ينفع انه يجي، فيعني نقلناها للكابتن بعد ما خلاص يعني كان استقر عليه وتقريبا التذاكر كانت اتبعت له عشان يجي. فالكابتن ندى محسن طنطاوي اللي هو كان معانا وهو دلوقتي رئيس نادي الصيد، قال له محسن احنا دلوقتي عايزين نغير وبسرعه. قال له اديني يعني 12 ساعه ورشح لنا راينر تسوبل. وفعلا جه بعديها بيوم واستمر معانا وعمل نتائج كويسه وعمل فتره ناجحه يعني معانا. طيب شفنا تسوبل قال الاهلي محتاج ايه عشان يكسب، وكل الكباتن الكبار قالوا وجهه نظرهم. النائب محمد عمر بقى ده راجل معاه حصانه. كابتن محمد عمر الراجل الخلوق والنجم السكندري الكبير، راجل موزون قوي يعني الحقيقه قيمه وعنده تقدير كبير للنادي الاهلي باستمرار. يقول لك انا دايما بقول له تعبير الاهلي نادي اوروبي كتب عنوانه في مصر. كابتن محمد عمر الاهلي محتاج ايه عشان يكسب بايرن ميونخ؟ نشوفه. هتحط لعيبه عندها قدرات دفاعيه عاليه حتى في الجزء الهجومي بتاعك، لان انا متوقع ان يلعب زون ديفنس سيميان. ده اكيد. طب. وبالتالي انا شايف رغم ان محمد مجدي قفشه هو العقل المفكر للفريق ولا يغنى عنه ابدا، انا ممكن ادخل مكانه ديانج هو وحمد يعني الظهر زي ما هو يا كابتن محمد هاني بدل بنون ايمن اشرف علي معلول. ما هو لا الظهر هدخل بيكهام مكان محمد هاني. اوكي، والثلاثه التانيين زي ما هم. والثلاثه ما عندكش احسن منهم يعني. تمام. علي معلول وايمن اشرف وبنون 10 على 10 يعني. ادخل بس مكان قفشه ادخل ديانج. يبقى ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولاي. بالظبط. يتفضل لك ثلاثه كده. يتفضل لك ثلاثه. الثلاثه ما فيش اي مشكله، بس هنا هنأكد ثاني محتاج سرعات وسرعه تصرف في الكوره، لان برضو اكيد هتبقى متهاجم طول الوقت وبالتالي اكيد هيظهر ثغرات كتيره. يعني احنا الاهلي ما كسب ريال مدريد قبل كده يعني مفيش حاجه بعيده اقصد يعني. بس هتعامل بواقعيه، هلعب على مساحات يعني ما فيش مفر. المساحات دي انا شايف طاهر محمد طاهر لعيب كويس قوي وعنده سرعات، لكن انا شايف ان لازال متاثر بلعبه في المقاولين العرب. كان هو المعلم بتاع المقاولين العرب فبيرقص اي حد وبيشوط من اي الكلام ده في النادي الاهلي ما ينفعش يعني. النهارده كان في بعض المواقف يقدر يتصرف بسرعه وبالتالي كان ممكن يبقى مفيد. حسين الشحات بيأدي النواحي الدفاعيه وبيعمل مسانده وبيأدي النواحي الهجوميه بشكل كويس. وفي ريحه اللعيب الهداف يعني يجيب لك من كرات يعني الكره اللي جت جون الحقيقه يعني كانت صعبه مش سهله يعني قفلها حلوه قوي. بالظبط كده. والتر بواليا يعني هتلاعب طاهر ولا مش هتلاعبه؟ لا ادخل مكانه كهربا او محمد شريف. اوكي، انا بقول لحضرتك انا محتاج سرعات. تمام. محتاجين سرعات. تمام. نلعب على المساحات كويس. وحسين الشحات موجود وممكن استعين على فكره بكهربا ومحمد شريف، كهربا كمهاجم او شريف كمهاجم مكان والتر بواليا. طيب باشمهندس، يعني واضح جدا ان الكابتن محمد عمر طرح اسم تاني بيكهام وعنده
تفسير لقوة بيكهام البدنية واحتياجات المواجهة مع الألمان. يعني هي برضو وجهات نظر مختلفة. هاني سرعته أعلى، خبراته أفضل، مهارته أعلى. بيكهام في الأصل قلب دفاع، لما بيستعان به الحياة في الباك رايت أدى على أفضل ما يكون. هل ممكن في مباراة زي كده بيتسو يقدر يعدل، ولا المسألة عنده في دماغه هو لوحده؟ ولأنه نقول للجماهيرنا أو مشاهدينا دلوقتي، هو إحنا ليه عمالين نجيب آراء كثيرة معظمها يتحدث عن المباراة وعن التشكيل وعن إمكانية النتائج المحتملة في هذه المباراة؟ عشان عايز أقول لهم لو عدينا عدد اللعيبة اللي بيتكلموا فيها تجاوزوا 15 لعيب أسماء مختلفة. وده معناه إيه؟ وجهات نظر. إن في الآخر مهما قلت ومهما عدت مفيش حاجة اسمها ده صح وده غلط. في الأندية الكبيرة مفيش تشكيل غلط يا أستاذ إبراهيم، لأن اللعيبة كلها في تشكيل موفق وتشكيل غير موفق، وتشكيل مناسب للماتش وتشكيل مش مناسب حسب المنافس. ما هو برضو المناسب مش المناسب أنت بتعرفه على أرض الواقع. يعني أنت بيتهيالك أن ده التشكيل المناسب أو السيناريو اللي في دماغ الكوتش. يعني لو أنت سبتها للكوتش يبقى أي تشكيل يعمله هو ده المناسب. طبعا. لكن إحنا ما قريته هو، ما إحنا ما بنسيبهاش للكوتش. ده اللي أنا عايز أوصل له. أنت لما تشوف التنوع ده، طب أنت لو تجاوزت بقى الخبراء دول، ولسه ما سمعناش الكابتن وليد اللي هنسمعه دلوقتي، لكن قبل ما نسمعه أنا عايز أقول للناس الكابتن محمد عمر الفلسفة العامة عايز إيه؟ عايز سرعات جامدة جدا وعايز دفاع قوي جدا. ده حلم أي فرقة. ما هو ده فإنما مين اللي يديك السرعات ومين يديك القوة الدفاعية؟ إن يبقى فيه تيم وورك. تيم وورك ده عايز شغل جماعي. شغل جماعي يعني ورا مخرج. المخرج اللي هو المدرب الذي يدرب والذي يضع الـ 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 الأدوار ويلزم كل واحد بدوره. إنما إحنا سهل جدا بعد الماتش ما يبتدي نقول لك دي غلط ودي صح ودي واردة ودي مال. إحنا بنتفرج على الكرة عشان نرغي وعشان نتكلم وعشان يبان اختلافاتنا واتفاقنا وعدم اتفاقنا. لكن في الآخر المسؤولية عند الراجل اللي يهدو في النار. فإحنا صحيح. هنشوف برضو كابتن وليد وبعدين هقول لكم في الآخر الملخص من وجهة نظري. مسألة صعبة جدا. بس انا يعني يا اما هلعب بنفس التشكيل ده هو بالظبط، بس مع التزام كامل من الاطراف. لازم حسين الشحات يرجع مع محمد هاني بشكل كبير، لازم طاهر محمد طاهر يرجع مع علي معلول بشكل كبير. يعني ده انا شايف انه ممكن نبتدي كده او نبتدي 4-3-3 ويبقى على حساب قفشه هو الوحيد اللي يعني انا قابلكم في الدوحه والله. يعني طبعا يعني فريق كبير يا كابتن، ولازم يكون انت عندك الاعلام بتاعك قوي والسوشيال ميديا قويه، فيعني بيبعت لك رسائل ان احنا استنونا هنقابلكم. هو لسه منزل يوم الاثنين 8/2 هنقابلكم يعني وكسبوا برشلونه 8/2. وذكاء كبير جدا من مستر موسيماني ان هو شال الضغوط من على اللعيبه. ايوه خلاص يعني يعني خلاص شال الضغوط من على اللعيب. موعدنا الاثنين 8/2 عارف انت اللي هو يعني بيضايقنا. طيب يعني انت دلوقتي عشان قولا واحدا هتلعب 3 في وسط الملعب، ما تقوليش ممكن او ممكن. لا خلاص العب بنفس التشكيل. بنفس التشكيل. طيب الحقيقه احنا محتاجين ان كل نجومنا الكبار القدامى دول يلعبوا الماتش. يعني لو عندك لعيب بجوده وليد صلاح الدين وهادي خشبه وعماد متعب ومحمد فضل مش هتعاني. عندنا الحمد لله محمد كابتن وليد قال لك نرجع نلعب بنفس التشكيل أو يتغير لـ 4-3-3 يعني يا دي. لكن رأيه أنه موسيماني ذكي برفع الضغوط على لعيبته. طبعا هو موسيماني بيعمل إيه دلوقتي؟ ما هو بيقول زي كل الناس. أنت لما تيجي الملخص المفيد بقى لأن إحنا فضلنا الفيديو بتاع إبراهيم فايق مش كده؟ طيب الملخص المفيد إن الكل قال لك يلعب باستمتاع خلاص. اتنين الملخص المفيد بيقول لك لازم تتحفظ دفاعيا وتأمن دفاعي بشكل قوي. الملخص المفيد قال لك لن تباغت بعنصر السرعة. طب مين اللي حقق لك ده؟ ما حدش اتفق، ولذلك نتركها لبيتسو. لا بنتركها لبيتسو وابراهيم فايق نفسه الراجل قال لك هو حد قال مطلوب من الاهلي يعمل ايه في الماتش؟ نسمعه.
بيقول لك الاهلي هيعمل ايه قدام البايرن. احنا نهزر كويس عادي واحنا نهرج برضو عادي ما فيش مشكله، بس خليني ندردش سوا. وهو دلوقتي مطلوب من الاهلي حاجه يعني قدام العالم كله، مطلوب من الاهلي مثلا انه يكسب البايرن؟ الاهلي ما عليهوش ضغوط، ضغوط زيرو، الضغوط كلها على البايرن. هو الفريق الافضل في اوروبا، هو الفريق الاكثر امكانيات في اوروبا، هو الفريق اللي بيضم نجوم كبار جدا جدا، هو الفريق اللي غلب برشلونه 88 مليون صفر او 2 عادي يعني برضو ما فيش مشكله. هو كل حاجه، ولما هو كل حاجه فانا مش فارق معايا حاجه، اي حاجه هعملها معاك انا تمام، اي حاجه هعملها معاك انا زي الفل. يعني ضغوط عندك انت مش عندنا، ولذلك انا مش شايف ان الموضوع صعب. والناس يقول لك يعني البايرن جامد طبعا، يقول لك شفت عمل ايه في برشلونه؟ اه طبعا عمل في برشلونه. طب انا يا سيدي برشلوني وعارف تمانية حلو، ما كناش شايفين قدامنا بره تمام زي الفل. بس الكوره فيها افكار تدريبيه. برشلونه فرقه بتلعب كوره مفتوحه، يقول لك انا برشلونه انا ما ينفعش لا ما تجيبش فيها جونين والتاني والتالت فانا لازم ارجع للمباراه فانا فاتح الجيم فانا بهاجم. الاهلي عمره ما هيلاعب البايرن بنفس طريقه برشلونه، يعني عمره ما هيلعب بالطريقه دي، يعني عمره على المغمض عمره ما هيلعب بطريقه برشلونه عشان الاهلي مش برشلونه. ففكره ان انت عارف امكانياتك كويس ده شيء عظيم جدا جدا. ممكن نهزر ونهرج فرقه جامده طبعا ما حدش اتكلم يعني، ومن قبلها مقدما محجوز لهم المكسب في الترشيحات والتوقعات، محجوز المكسب للبايرن. بس وماله وانا خسران ايه؟ اي حاجه هعملها انا تمام. وده كان راي اعلامي بقى للزميل ابراهيم فايق، لانه اذا كانت الاراء الفنيه كلها راحت كل واحد عنده وجهه نظر، ابراهيم فايق الراجل في وجهه نظره الاعلاميه هو الاهلي مطلوب منه حاجه، هو بيحرر الاهلي من كل الضغوط بقى. انت بتلعب بايرن ميونخ يا عمنا، هو في ايه؟ ده بايرن ميونخ، اعمل اللي عليك، الناس هتقول لك شكرا ان شاء الله. بس كمان الناس اللي هتقول لك شكرا والناس اللي هتتمنى لك انك تكسب من قلبك، كابتن سيد عبد الرازق بازوكا نجم الكره الاسماعيلاويه ونجم منتخب مصر، واحد رايه في التوقيت ده مهم تسمعوه. اولا شرف للكره المصريه ان النادي الاهلي يوصل 6 مرات، وشرف لمصر كلها والكوره وكل لعيبه الكوره وكل انديه مصر نوصل مركز ثالث العالم في وقت واحد صحيح. وبعدين النظام اللي معمول يعني فعلا انتوا بتقولوا نادي قيم وتتباهوا انكم ناديكم فتنا، انتوا نادي قيم فعلا فعلا بامانه مش بخليك لا انا بتكلم بجد فعلا نظام. وانا بس الماتشات العربيه والافريقيه بقولها مليون مره، انا يوم الماتش يوم الخميس انا اهلاوي يوم الخميس، انا اكتر منك يمكن، لان عاوز الاهلي يكسب، لانه ما بلعبش ما بقولش الاهلي الجزيره، بقول لك الاهلي المصري، فبمثلني انا كمصر، وشرف كبير انه الاهلي يمثلنا في الكوره في قطر، واتمنى من الله انه يكسب ويعمل ماتشات كويسه، ويا ريت ياخد كاس العالم، مش يبقى الثالث ونتبسط، يبقى ياخد كاس العالم. وهو ليه وصل للمرحله اللي وصل لها نادي الاهلي واللعيبه اللي عنده والاجهاز، وبعدين عنده مجلس اداره رئيس طبعا يعني نجم كبير وحبوب وانسان نظيف وراجل وفيه كل صفات كويسه، اتمنى انه ياخد البطوله. ليه لا؟ ليه لا؟ ان شاء الله. بس هو النادي الاهلي دايما بياخدها مراحل، كانت المرحله كويس خاصه بالفريق. وبعدين اول نادي ثم بايرن ميونخ يا كابتن، اول نادي يجيب مدرب افريقي يعني ما حصلتش، يعني ما شفناش. وبعدين لما يبقى عندك قبله مدرب عالمي وتمشيه، وبعدين تجيب مدرب افريقي سيفن انه كان بيكسب في افريقيا كسب الاهلي قبل كده، وتدي له الصالحات ويعمل ماتشات كويسه، واول ما يحط رجله ياخد بطوله. ده الراجل ده اي حد بيكوح في نادي الاهلي بياخد بطوله. واحنا بدورنا ومن جانبنا يا كابتن سيد بنشكرك وبنقدرك وبنحترمك زي ما انت بتحترم الاهلي باستمرار، وبنحب النادي الاسماعيلي ونتمنى له كل خير يا رب من قلبنا، وبنقول له يا رب ان يعني نبعد اهل السوء من بيننا، لانه نادي كبير وانتوا فعلا ناس محترمين. ابراهيم
دهمنا الوقت، كل التحية لفريق العمل من الدوحة والقاهرة، دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي سفيرا للكرة الأفريقية في العالمية، بطلا شامخا، ويبقى دائما وأبدا الأهلي زين النوادي. تحية وجلالا، تصبحوا على خير.